من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأزافر الأبي أزافر الله العظيم وأتوب إليه من زواكر ومن خيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زواكر ومن خيوب سألته بحق وجلاله مغفرة من جملة المناكي ترجو لها من جملة الصغائر ما لك بائل ومن دمائري غافر يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وسجني علما وعملا وادبا وفهما ربي اكشف العلم النافع واجعل حياتي من سقاء مانع اكشف لي الاسرار والخوامض يا خير من كسف سرا غامضا لجمع جميع ما دفر خلدا قتي من الخير وسفل خلدا لي قل لدى تفكر ناس يا ربي بكن واتاسما قلم يا أبلي يا كرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وتنى الآيات أبلي كوني بسر كل من يتوب ولظواهر أب مع الغيب قبولا أكون به تاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات أتى أدخل جنة جلتي وأدم دخل برحمتك يا رحمن يا رحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كذبت وهم لا يظلمون وجال الكريم عام جكسسي كرم عام الجزاء من أسسي الحمد لله على الصيام عن كل ما يجرني الأيام ربدي إلى الكريم والمكرم من كل شيء لم يكن بالكرم تفضل الكريم والمكرم علي بالذي به أكرم قبلت ما دبي الباقي الكريم ذا غزة ومنن ليس تريم وجال الكريم أنفع الكرم وإني العبد القريب المعترم إلا يا وجه الكريم الباقي ما قابنا كبير السباخي يسرني الكريم ما تعسرا على سواي أموري يسرا وجه الكريم ما حيني ما دال دا تغربي مسلما ملكني الكريم وتمليكا يدوم وإني القل الحبيب والخديم أكرمني الكريم وسيط وكرما من معجزات من هوا تكرما ربت من الأبل وبغير من قدموا على البرايا في الزمن رجعت من الكريم بالمكرم لا عزم جن من العيد العرم رمي جد البور والبلايا في سنين تغربي أنجل عيدا أيضنين علمني الكريم وتعليم العليم وهو خليلي وحبيبي ذا عدم وجال الكريم والخبير ما دون تأويل وتعبير نفعني الكريم بالخليل وبالحبيب المكسر الخليل فجاني الكريم في الخميس بالمثيب الأمير والخميس يسرني الكريم كريم في الخميس ما تبدل لك الأدموس يسرني الكريم في الخميس ما تبدل لك الأدموس أداني الكريم يوم الجمعة بما لوبي رجعت ذا سعى إلى الكريم فيها قد رجعت ولا تراجعا إلى ما بعت لله قد رجعت بالإلاك مع الكتاب آية لله أكرمني الكريم بالآيات علم ما مضى وما سيأتي الله وخير من رجع الراجي ولسواي ساخذ استدراجي ليجاد بالأمن وبالأوطان بلا منافق ولا شيطان ليجاد بالشموس والبدور وبالمسابح عطا بدوري أدية الباقي كفت العارة وفي قلوب قلدت إذعارا سلامات لعد من جرني باغ كريم قرح ما جيرني مع الكريم وترى اقتربي وليسوق سلفي ترابي ملكني الكريم وتمليك الخبير وليقود برضا نيل الكبير تدلم باقني يقود رغبي على سجاع قادني من لغبي وجاد الكريم ما أنسى جميع تغربي عند العدى نعم السميع
فجاني علم من الكريم ففعت من تبغى في التكريم فداني الكريم ذو الأمار عند رسول الله بالأمير أبقاني الباقي بلا ممات ولا عداوة ولا شمات كليتي معصومة من كل ما تعافى النفس وقيد الظلمة للمرتبى وجدوا عند المشركين مدن بي غدا غدا يمهلكين للمرتبى وجدوا مدحن يغني عن الجدال والغني المغني للمرتبى وجدوا مدحن يغني عن الجدال والغني المغني نفعني نافع بالمنفوع عليه تدم على النفوع فداني الباقي بجان راما تغربي وقعدني المراما ثقلي القرير والحلاوة ساق لي الخيار والحلاوة باقي قديم قادني التداوة ملكني الكريم وتمليك المليك كما قضاني بالنبي سريك أتبعني في العدى الشيطانة من قادر الحزان والأوطانة كسبي توحيدي ومدحي للنبي علي تدلم حفيظ تنبي وقت قضاء الثناء وشكري والحمد لله حباب ذكري بجدني عند العدا ثنائي على كريم قد محى عنائي تليم موجر تكريما على الذي علاه لن تريما وجال الكريم ما يغبطني في الورى وليسفعتني أداني الهدي بجاه هدي وقابل فيما مدى جهدي مد لي الكرم في الأجور ولا نرى بجان أو محجور لا يسر الذي يسب درري لي أبدا ولا أوارق درري إلا يا وجال كريم الباقي كرم الباقي إني باقي يقودني الباقي تفضل الكريم بلا نهاية بأني لا يريم دللني الباقي فلن أخاف في أبد شيئا وغيري خافا لست أخاف أبدا فالله أمنني بجاه من عالاه مد لي المطار من إلهي ما قد كفاني كل جان لاكي ودي لله وللرسول وللصحابة وللرسول نافعة لما يعلن من جسدي أعطى على حاوي الثناء من جيسدي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم وإذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لله حمدي مع شكري أبدا مصليا على النبي أحمد يا أيها اليهود والنصارى بارتم المنتقم الجبار تبانوا هو الحليم والصبور بحليمه بارزوا كل كفور أدركم التوراة والإنجيل وفيهما التكريم والتفضيل لا تم على سين إذا لم تعلموا بما به وصاكم المفضل بما به منكم من وأتاكم موسى والمصطفى وما به جاء عيسى رجاء جنة بلا طاعات في سنة الماء غرور ياتي رجاء حب الله ما بغض رسول تبعات ما غرور وغفول إن محبة الإله لا تنال إلا بقف المتبع باب النوال نبي صلى عليه بسلام بيالي وسبي على دوام ربما وسارع إلى الهدى أما لنا إلا اتباع أحمد وسية التقوى لكلنا خطاب في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلا اقتفاء أمر إلهنا بحب المصطفى لأنه مصدق لموسى بما به قد جاءكم عيسى وجاء الله إلينا وختم مصدقا للكل والأمر أتم إذا داروا الإله بعد كنزلك المهدي يغفر رشدا فاجتكم بالأقضى نصيحة مرداقا باب الفضيحة جذبتكم بيدي لبيدي وإنما الأعمال بالنيات ويل ونقمة وضيق وبلاء لكافر ومشرك لم يقبل هدى ورحمة وبشرى أبدا لمؤمن أحسن حين عبدا
كونوا إلى إلهي تائبين من شرر النيران هاربين من تاب للرحمن بالإسلام تاب عليه ووضع إكرام قد لكم عذاب إن أظلمتم لربكم من نار سلمتم به أعادي وبه أوادي فهو الخجير المتعالي الوادي لكم بإسلامكم النعيم وإن دول من أبى الجحيم إن إلهكم إله واحد وما له من ولد أو وار لو السماء والأرض ولواهم يفعل في الجميع ما يشاء ما توا كان وما أبى عدم دان وجود والبقاء والخدم صدى عقاب على من سلسوا وفي عدى آياته من بعثوا رقابهم تقود سلاسل مترقين ولكم بلابل قلوبهم تقعد سوى أبدا ذوين دامج وويل وردا وجوه مسودة بالنار بقدر وذلة وعار أخلال ذي الجلال في الأعناق بلا إراحة بلا إراحة ولا إجلاق لهم طعام من الذقيم سراب يأتي من الحميم من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما لله ذا إحسان غاب به إن لم يتب زبانيا في النار بعد أخذهم بناسيا ران على قلوب من قد كذبوا وسلسوا إلههم ما كسبوا بعد قد يدمي ما بنى الإله وكلهم للنفس عبد وواء ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم ووجل وحيرة معالم إن الذين سلسوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم قماتوا كنوتهم تقوى بهبا جباكهم كذا جنوبهم كذا دورهم كنوا جون تقوى بأجباكهم كذا جنوبهم كذا دخورهم نكالهم ينسيهم الأموال إجواج والنيران والأحوال أكبر أن تؤمنوا بالإله ويومه الآخر ذي الدواكي لكوني أقل وبالأملاك والكرب والرجل بلا إدراك بالمال منفقا مع اعتياج ذا القرب واليتم والحاج راجي جنة بإكسار عمل قائفا نيران بتقصير الأمل رحمة ذي مسكنة وابن سبيل وذي كتابة إلا الله يمين مواثبا لصلوات الخمس مع النوافل بخير لبث نابذ بغض للزكاة موتيا وبالعود والعقود موفيا إن كنت ذا عجل وفي البأساء تكون صابرا وفي الضراء أيضا وحين البذي آتي القصال قصال حد بلا إسادة رجال ما هو سوى بذق وتقال دا ربكم الذي سواكم وادا نفوتهم راضية مرضية أنفاتهم طاهرة زكية بالله آمنوا وأسلموا له نفوتهم وحاولوا تفضيلوا أكرمهم بكونهم عبادا وسعيدوا بالعلم والعباد لهم حدائق لهم أعناب كذلك الكواعب الأتراب لهم جزاء من كريم نافع بجنخ من ذي عطاء وادع عداكم إلى صراط المتقين بفضله ولا تما خير النعيم وجوهم يوم جزاء ناذرا لوجه الكريم جل نادرا أقولهم حمد وشكر أقوالهم حمد وشكر أبدا لخير بن جنان قددا لهم سراب المجوى كافر أين الله في جنة تفخير يا رب بلدان المقلدون عليهم إذا المبصرين أقام الأفيض سر ليوم وفارقوا على ردى واللوم متكين في الجنان سرمدا على الأرائك ملوكا حمدا اتبلق مع ثياب سندس عليهم أخذ بكل مجرد لهم من الله جزاء أنسى هذا جهاج قد يزكي نفسه
إذا رأيت سمايا بصيرا رأيت ملكا عاليا كبيرا حب الذين كفروا بالله ويوم الآخرة الدواهي ربي بفضلك أقني والأمة أوالو وكن لنا برحمة وجهت يا ربي إليك وجهي فليكن وليذكن به أن بعداء برجال بدري أني وجلي بخير نصري لك توسلني بجاه المصطفى وسبي والأملاك كربي أكسفا مسليا عليه بالآل معا صحابي رب الدعاء يسمعا لك تدرعت بجاه جبريل واقمك إلى إيادة تفذيل أجب إجرافنا واضرب عني بأقي عزراء إلى أهل الدغني إني ضيف لك عبد يا قريب قديم عبدك وإنني قريب قبل عداني وقلني يا إله دار سلام دار داء وإداء قبت إليك من كتابي والحديث فبهما أبلي منايا يا مخيط أبلي يا كون الله والرسول وعيد به اليمان قبولي وجهت وجهي إليك يا حفيظ مجاهدا لكل ذي قلب غريض اجعل قصيدتي كاسيا في سحاب وليا تذكير الجملة سحاب قففت دور المدركين أبدا لغير ناوي ليخرج رغدا تقبلا مني جميع ما صدر مني مطلقا بأفضل البصري أفضل من جاد أدل جدي سيدنا محمد ذي المجدي بجاكي سلي عليه بسلام وليرد بجاكي كل لئام وجلو ولجميع الآل خير سلاكن بسلام عاري إلى ثقابك وسلم بسلام على الملائكة ورد الكرام نويت وجرة إليك ولو ونذرة كم المرامي كله نويت أن أبارك الفجار بك أن ألاتم الأبرار بالله والرسول وصحابي أرجع عاجلا إلى مآبي يا رب لي حق رجائي برسول وتغبي لي أبدا أفضل سوني إليك أذكر يا كريم غربتي وردني مكملا لتربتي يا رب إني لا أكون مشركا بك لا يعجن فقني من أتركا نجيتني من الذين ثلثوا وفي متاعي وديوري باثوا وقيتني من فتردهم سرمدا لي ولأولاد كل من تمردا عند الذي كففت عني الأيديا ذكر من ففك عني قيديا عند الإله الواهج القهار لك تي دار وتلك دار تفضلا علي فيما بما رجعت منك أبدا معمما يا رب لتجب جاج المنتقى وكل ذي عبادة وذي دقى أدلمت نفسي إليك بالكتاب وبحديثي فقدني للمآب لك حياتي يا سميع عبدا لك خديما للنبي جدا محمد وسيلتي فسليم علي بسلام يا ذا الفجر إلى جميع الآل والصحاب وليجر بالإلق والإجاب لجن بأغبدي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولتوبى بسلام لجن بأغبدي إلى دار السلام دنيا وأخرى ولتوبى بسلام أن يجرب العداوة كل ما يسوي وليسر ما استخاك الأنفذي لنق دواما غير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسر حلي وجلو لي رباحا وأكبر رضواني والفلاحا حتى يسير كل ما مني صدر خير رضاء ويلاتمني بزر بعرمج القرآن والمختار ورسل والأملاك والإبرار بجر جميع سيئات أزنا لي وتغلوا جميع صلوات أبلي من بعد صلاة وسلام علي في الدار لما فاق المرام يا رب دمني لمن قد هاجر وللذين نصروا وصابروا ذلك هين عليك يا عزيز فاكتب لي ليس عليك بعزيز واجهد أعدائي بالآيات مجاهدا بالالتفات يسر لي الخروج منهم قاهرا مهاجرا لخير دين الناس
أجب دعائي وجاني القصيد إبادة مذكورة محمودة لو كتابي ذا اقتراب في البحر أبدلني ربي قديما للنذير قلت ورب قدير جال بجري أخاتب العداء للغجر روم إمارة القلوب للخديم على الكتاب والنفارق العددي بارستم القهار بالمحاربة وسب والأملاك بالمضاربة ألم تروا أن الذي لو الورى هو الذي خلقكم وسورى ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا لو وفارق لغين أسأل بالقرآن خير مرسري هدى ورحمة وخير منذري لجملة الخلق مصدقا لما من كتب قد انزل تقدما يا أيها اليهود والنصارى كنوا لخير المرسلين أنصارا توبوا إلى الإله واطلبوا الهدى منه تعالى باتباع أحمد أزكى صلاته مع سلامي علي بالآل وبالكرام من تبعي وتابعين ثم من تبعهم بالخير في كل زمن الله جل عهد وهو صمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل له وسرمجا بالملك والحمد فرد أشهد أن الإله الواحد وأن أحمد رسول العابد لواء والرد والأنبياء أزكى سلامه بالانتهاء محمد صلى عليه الله قدم المولى على سواه تواد وفي سودوا في من مدوا وحضروا وفي الذين تقبلوا فلتنصروا أكرم به عبدا رسولا سيدا مقدما على الورى مؤيدا كرموا المولى على الكرام ليس يباكي ذو الإكرام يمينه في أهل مسلم ندى ثماله في أهل مجرم ردى نذب رب من الأجناس جملة فدار خير الناس وجنبي المذبى خير البصر يخجل سمت دحوة حيث ذر إن الذي لم يروا خير الخيار فهو سفي لا يفارق البوار بان علوا من الله لحد ولا نبي بعد فيما ورد نبينا المختار لا يبارى فتبعوا أي النصارى إن اليهود فرطوا في موسى وأنتم أبرتم في عيسى تاكم كون النبي المصطفى خير الورى فما لدائكم زفا سيدنا سيد السادات جف بي قلم سلم النات رجاك يخرج كل خلق من عدم بانتفاق ردق يا ربي سل أبدا وسلما عليه في جموعي وعظما ليبي ما لا ينال سوى من لا تمافني كل جوا وجد وجهي إليك سائلا مغتربا إن النصارى قائلا الحمد لله الذي لا أشركم سيئا بي إن النصارى أشركوا تودوا بالمذبى خير الأنام تهجل عبدي إلى دار السلام تادوا ولا يردوا سائلا كوني أراجع لأهلي كاملا إني لو عبد خديم للنبي ناوي أن في أقرب واجنبي الله صلي أبدا وسلم علي بالآل ومن لو انتمى لغفر وكل ومعني عيبي أدعى وأرافق رجال رغيبي يسر أموري واتفلي سير سرك وأبلي النسر على كل المريك نتبني اليوم وجملي غدا وبعد أمنا تفوق عددا وجيني اللهم للمراضي وليزغ في أبج النخردي في كمال مختار يبقي عمري أبدا خديما سارجا وبثري يقين يا اليقين أخاف غيرك فلي في الدار نجد بخيرك أكرمني اللهم في الأصحاب دنيا وأخرى ومعاني عابي رلي أعدائي معا وابلي أضعاف مجلبي وفك كبري رجعت أنك تدمني إلى من هاجر ونصر مع الإله قد وقد تقر عن جيدي مخاطبا لجملة العادي إن جرب للغير يا نصارى
illam takunu ali nabiyyin ansara baritu minkum abidan lillahi wa min siwaki min dawil malaki wajjatu wajhiya ila ilahi abdan lawa ma'ami abdillahi ahmad khairil awwalina ajma'in wal akhirina nima khairul alamin qarabu rabbul wara taqriba ata ghada khalila wal habiba adubba anhu wa anil islami liwajisi الجلالي والإكرامي من تواك من عبد الله خير الورى فوعد الله إن الذي زيد في تقدمه على البرية وفي تكريمه صلى علي الله بتتييم والآل وتبيد بالنعيم صلاة تفسير ننال عافية بها وبسرى لا تكون عافية لو نفاق ودلال وحسد وذو تقاوة يلازم النقد أن يتق أحد في كوني سيدنا المختار خير لكوني والله لم يأتي وليس يأتي خلق كمثل سيد سادات توجه يا أيها الحسان إلى لذا يتوى بها فؤاد أل يقدر العتود أن ينقد ما أبرم رب الأراضي وسماء والله لا يطفئ نور الله أعدوى بالمكر والفاي إن الذي يبارز القهارى وحجز المقدم المقتارى إن لم يتب لله ذي الجلال فما له أخدا سوى أنكار توبوا إلى الغفار مسلمين قبل مجيء الموت محسنين إن لم تتوب وتعين الدين وتتبع المتبع الأمين إن جرف للخير في الدارين وراقب العارين والنارين ذك الذي من فدة وذهب كانت ما قبل الحنى والعتب ذك بإيمان وبالإسلام نفوذكم لله ذي الأنام كتب ذنب نصيحة فمن قبل واقب العذاب والمحن أنتم جميعا كتب مسندة أقد لكم موعظة مسددة واجهتكم بلقي ذات برئي منكم فتارع بلا تجري توبوا وآمنوا واثموا معا وأحسنوا وتبعوا المصفى هو رئيس في السماء والأرض يرد ما يساءه أو يمدي ويل لمن مال إليكم مدبرا عن ربه وعنكم لن يصبر أتحسبون أن خير الله جل يضر أو ينفع إن حال الأجل لا تصبوني عندكم أثيرا لا يرتجي وليا أو نثيرا من ظن أني غير عبد الله وغير قادم النبي فذاي وجاني الوابن البحور وأن وقد رديد ذا سكوري فتبكوني عبد وقديما لعبد الذي هو تقديما وجود وجي إلى الإله أخدم عبد من عبد الله ناوي أنا في أقرب وأجنبي مع الحديث وأجن الكتب بايات خير المسلين ذا اقتراب ناوي أجرجل ونسرين كثحاب آت في البور في الثلاثة ربي الذي قتاقني القياس هو العفيز والمخيز والكريم هو الغني الواسع المغني الرحيم دعوت وهو القريب والمجيب ومن دعا راجيا فلا يخيب أبلي يا واب كوني ذا في جلك من ينجون من أمر ترار من عليها بجميع ما يسر دنيا وأورا خير متروك يدري عجب وزل سلم جن على نبي محمد وآله ونجبي ذلل يتعاب يا إلهي وتقل يا المنى بلا تناي عند الذي ما زد كان وما لم تزن دار قد نود ما آتك اليوم على ترك جميع مع أن قد نهيتني مع المبيع اجروا جميعا ما نهيت عنه أني وما قد بعت وفتنوه قبل الدقاء وتلقى والوفاء في أبج وتكفني الأسواء دعوتك اليوم معايدا ولا حول ولا قوة يا ذا العلا دعوتك اليوم معايدا ولا حول ولا قوة لي يا ذا العلا
وجاتي والذي تركتني رضا أقضعني أكتوى يا تنقضى إمعي أبي كل اليوم وكني مكملا ثري وجري بكن وليت مجبرا عن الحرام والكره والمذكر في دوامي اجري جميعا دواما عني وبك دابا أغنني يا مغني لجانب فنك دواما بدلا مما لوجهك تركت مزلا تركت كل إليك يا أحدي على الذي تركتها يوم الأحد تبرني اللهم عن جملة ما إلا يقدرتها معمما عبد الله يدارني خيرا من جميع ما قدرت بحرمة سفيع بجاك عاصمني من الرجوعي لواحج من أوجد خسعي رجوت أنك تكف عني جميع في أبد بالمني يسل يتدوى كل ما تخبي وأبدا تغلي كل ما أحب نبت في ذل يمين الإلهي ما قنبت بلا تنهي فتبك عن الله لي وكوني لو ما المطار خير لكيني يا ربي سني أبدا وسلم أني على محمد وكرم القاتلات تضمن العالم أثابي وكل من تتبع ليكن بي وابلي الكمال وادعو بجاي لي الامال بجاي اقل لي الايمان واقق الاسلام والاحسان انت الهي وولي ابدا ووسيلتي اليك اسرمدا سميتني به فابلي به جوارك به وسبي اقدر عني صلاه بسلام ثم لاهلي وصحبي الكرام اجب جميع دعواتي أما وابدني خيار الأولياء وجهت وجهي إليك يا كريم فدق إلي ما يفوق ما أرم عند الذي لا تجي سواك فعلمني وكفني عداك داك بي الحال وأنت أنتي دنيا وأخرى ما خير الإنسي لن نصار اليوم بالجوار فلعرض مكرما يا باري ردون دواما يا جبار فأنت جاري ونعم الجار ردون دواما لي في البار وفي البر يا جبار بالأجل وفي اجل أمالي ذوي انقياد في البر والبر على تماد آمنا يا جنات يا خير مجيب دعوة مطر دعاك يا قريب وجولي اللهم فوق ما أريد في البر والبر وجن من المريض أتاك أنا خير عبد وخديم لديك لك لديك زغترا بن يا كريم يسر لي امتثال كل ما امري به معكنا بكل ما عذر نويت كوني امتثال وكناب بالنقامة فيسن الكتاب اجل كتابك وما سن رسول علي سليم سلام يا جرين لابدا اغنى عن ابتداعي وبك ما جدي باتباعي بك اعظم نكوني لسوى سيئت باك نفس وواه اغرب عوايا لرداك أبدا والنفس جعل ذات خير وهدى تقلي ما تحب وسقني لما تحب سرمدا بالمني اجعل حياتي ذات يمن وزع وذات بسر وهدى ومنفع وجه لي القلق فتررا أني بجاه المتباخين الورى لو أكتب اليوم صلاة وسلام ثم لآله وسبي الكرام أكتب عني صلاة منك ولي علما وفهما عنك اكتب لي الأسرار في الكتاب وفي الحديث وفي الحجاب كم من إداك ظاهري وباطني وبالنبي جدي بالكوامن إني ضيف جاهل غريب وإنك الفتاح والمجيب لافتح وردني إلى دار السلام وبنفع الناس جميعا يا سلام لك تتدعت وإنني فقير فتغنني يا خير مغنني يا قدير زلي إليك لا إلى غيرك يا ربي فكلني أبدا واحفظني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجد قلم وإني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله وسمدي ولم تلد ولست مولود أحد دعائي يستجب سريعا يا حدي يا مغنيا ليس لواقبا حدي كني في الدارين كل ما
يضر وفيهما تغلي كل ما يزر وجهل يا الله ما كل ما يفيد ودقني جنة ما ليس يفيد اختر لي الخير كل ساعة ودقني الأذى وهول ساعة وجه جوارحي وقلبي أبدا إلى الذي تغيب من الوداء اجعل جميع ما كتبت وما أكتب آخر ودا معمما وجن فؤادي ولساني في الكتاب وكل يجعل خير أجر وثواب لكتب ثوابا في ترابي وتعام وفي صيامي وقيامي والمنام اجعل فطوري كصيام وجعلي نومي وفكرتي كتنفدي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رداك باطنا وظاهرا كملت يوم سبت في البحور قصيدة فيها مهور الحور هذه قصيدة بها جادلت أهل الكتاب وبها قتلت مبتغيا بها رضا المولى فإن سبحانه بأولى وجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بالالتفات لدى سدي البط وهو المنتقم أقاربنا تلدغ كل مجترم لدى سدي البط وهو المنتقم أقاربنا تلدغ كل مجترم من لم يتب لله يا نصارى مسلسا فسيلاقي النار توبوا له بقل هو الله احد لاخر سوره من ذاك العدد توبوا له بدين الاسلام دين النبي المصطفى الامام قد انتهى بحمد ذي الجدير نزمي مسليا على الكمال قد انتهى بحمد ذي الجدير نزمي مسليا على الكمال وسيلتي لمالكي وجنتي محمد الخير البرايا جنتي نبينا صلى الله وسلم الإله عليه بالآل وكل من تلا آمين يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سري وعلى نيدي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأهتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا أتعلم أنه ليس بني إلا ما كتبه علي ورداء مما قدمته لي يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وعظم عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قضية الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لمتقين إماما اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وسببه وسيد بخدمة خديمه في الحال وفي المآل وزاراته وما باخره وتقنى الدنيا وزيدنا فيها وأورثنا الفردوس والبصر الوافرة يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسببه وابل سيخنا أحمد ومحمد بن حبيب الله معنا وأولي نفسه وابل مجر رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وسببه وسلم وبارك منا وسيخنا أحمد بن محمد آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة برون توبا 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 رضا ورحمة وبركة